مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيليلومير. والبداية مع العناوين. رهبانة الوردية تحتفل بعيد القديسة ماري ألفونسين. بدء التحضيرات والاستعدادات لاحتفالات عيد الميلاد المجيد في بيت لحم. هيئة تنشيط السياحة تشارك بمؤتمر السياحة الدينية في أثينا. وفي نشرتنا أيضاً انطلاق بازار الرحمة الخامس بعمان في السادس من الشهر المقبل. أهلاً بكم. في غمرة الاحتفالات بعيد القديسة ماري ألفونسين، ترأس سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن قداساً إلهياً في كنيسة بيت الزيارة التابعة لرهبنة الوردية المقدسة في دبوق بعمان. المزيد عن هذا الاحتفال في سياق التقرير التالي. في غمرة الاحتفالات بعيد القديسة ماري ألفونسين، ترأس سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن القداس الإلهي بمناسبة الاحتفال بعيد القديسة ماري ألفونسين، وذلك في كنيسة دير بيت الزيارة التابع لرهبنة الوردية المقدسة في دابوق. وشارك في القداس البطريرك فؤاد طوال والقائم بأعمال السفارة البابوية المونسنيور ماورو للي والمنتدبة الإقليمية للرهبنة في المملكة الأخت ميشلين معلوف ولفيف من الكهنة والراهبات والشمامسة الإنجيليين والعائلات المسيحية القادمة من عدة رعايا في المملكة. وقبل بداية الذبيحة الإفخارستية، قدم كل من الأب وسام منصور والأخت كارولين بدر كلمات استعرضا فيها تاريخ رهبنة الوردية المقدسة، حيث وصفوها بأنها الرهبنة الأولى التي ولدت إلى جوار مهد السيد المسيح في مدينة القيامة في القدس، ونشأت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. رهبانية الوردية المقدسة هي الرهبانية الأولى التي ولدت إلى جوار مهد المسيح وقبره الفارغ، وتتميز بالتأمل بحياة السيد المسيح الفادي وأمه البتول مريم. هي رهبانية حبرية بابوية نشأت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، في وقت كان البابا لون الثالث عشر يحث المؤمنين في الكنيسة على اكتشاف كنوز صلاة المسبحة الوردية. سلطانة الابنة الأكبر لدانييل غطاس ولدت في مدينة القيامة في القدس في الرابع من تشرين الأول عام 1843 للميلاد، ونشأت بحياة التقوى مع والدتها، وكانت صلاة المسبحة الوردية جزءاً من البرنامج اليومي، ومن بيتها اشتعل قلبها بحب الأم البتول، فارتدت الثوب الرهباني لدى راهبات مار يوسف وأسست أخوية قلب مريم الطاهر. وفي بيت لحم كانت مريم العذراء تنظر بعين الأم نحو من ستسمى الأم، فكان الظهور الأول الذي جعل العلاقة بين الأم وابنتها تشعل أرض القداسة بحب مريم وابنها، وتعطي زخماً جديداً لصلاة المسبحة الوردية. فها هي العذراء ذاتها
تطلب تأسيس رحبنة الوردية المقدسة. وبعد قراءة الإنجيل المقدس ألقى المطران الشوملي عظة تحدث فيها عن كيف نعيش دعوة الرب الإله لكل منا بحسب الآية الإنجيلية: كونوا قديسين كما أن أباكم السماوي هو قدوس. وكيف يستطيع كل منا عيشها من خلال خدمته لإخوته في أي مكان وجد فيه، مبيناً سيادته أن القداسة ممكنة للجميع. وإذ لا تتسع أيام السنة للاحتفال بالقديسين جميعاً، احتفلنا في بداية هذا الشهر نوفمبر بعيد جميع القديسين، لا سيما المنسيين منهم. نساهم التاريخ ولكنهم بقوا في سر الله وبلغوا القداسة وهم يتنعمون لديه بالمجد الخالد، ولا شك أن بينهم أقارب لنا أو أصدقاء سبقونا وعرفناهم وعرفونا وهم يصلون لأجلنا حتى دون أن ندري، فبيننا وبينهم شركة جميع القديسين. في عظة مشهورة للقديس برناردوس يقول فيها بأن القديسين لا يحتاجون إلى مديحنا وتكريمنا، لكن تبجيل ذكراهم أمر مهم لنا وليس لهم. لماذا؟ ذلك كي نحيي رغبتنا في الانضمام إليهم ومشاركتهم سعادتهم الأبدية. تقول الصلاة: أنعم علينا يا رب أن نقتدي بتقواها الصادقة وتواضعها العميق وصمتها العجيب، وأن نحظى بسلامها الروحي. هذا السلام أتمناه لكم جميعاً، سلام للأردن مليكاً وحكومة وشعباً، سلاماً للدول التي تشهد نزاعات دامية حولنا، سلام لغزة وفلسطين، سلام للبنان الذي يعيش ظروفاً صعبة، سلام لكل صانعي السلام، سلام روحي لنا جميعاً نحن المحتفلين اليوم، سلام لراهبات الوردية اللواتي يسرن في خطى مؤسستهن. حضرة الأخت ميشلين معلوف المنتدبة الإقليمية المحترمة. ثم ألقت الأخت كلوريا الربضي كلمة شكرت فيها كل من شارك في الذبيحة الإلهية، وقالت: لنصلي مع القديسة ماري ألفونسين إلى الله العلي القدير وأمنا سلطانة الوردية من أجل سلطاتنا الروحية والمدنية ليقودوا شعب الله إلى ميناء الخلاص والأمان، ويحقق العدالة والحق والمساواة والعيش الكريم لأبناء هذا الوطن الغالي. وفي سياق آخر، احتفلت راهبات الفرنسيسكانيات مرسلات مريم بعيد المؤسسة الطوبوية ماري دو لا باسيون، وذلك في قداس إلهي ترأسه الأب عصام الزعمط كاهن رعية جبل الحسين، بمشاركة عدد من الأباء الكهنة وحضور الأخوات الفرنسيسكانيات في جبل الحسين، وجمع من الأخوات الراهبات من عدة رهبانيات في الأردن، وحشد كبير من المؤمنين. وتم خلال القداس الذي أقيم في كنيسة القديس يوحنا دولا سال الفرير بعمان رفع التقادم التي حملت في ثناياها رمزية سرية تدل على عيش السر الإفخارستي في الحياة الروحية. وفي عظة القداس تكلم الأب عصام الزعمط وقال: فيقول يسوع لنا أيضا: لا تفزعوا، ولكن لا تكون النهاية عندئذ. إذا الخطر هو أن نتخيل أن زمن النهاية قريب جداً بسبب هذه الحوادث والحروب والفتن. ثم يتحدث يسوع عن الاضطهادات، يخبر تلاميذه عن المعاملات السيئة التي سوف تصيبهم من توقيف وسجن ومحاكم، كل ذلك من أجل اسم يسوع.
فالشهادة التي تؤديها عذبات المضطهدين أو الاستشهاد في سبيل المسيح سوف تدافع عن التلاميذ أمام منبر الله في النهاية، أي أن حكم الله يقرر خلاص كل إنسان احتمل العذابات شهادة لله. هكذا لا بد من الاضطهادات لكل تلميذ للمسيح، حتى أن الكنيسة سوف تتعرض للاضطهادات. وهذا هو أول اعتبار يشجع فيه يسوع المضطهدين على قبول الاضطهادات حباً لله تعالى. والاعتبار الثاني هو على المضطهدين أن لا يهتموا بما سيقولونه للدفاع عن أنفسهم أمام الناس والمحاكم. الروح القدس سوف يتكلم فيهم حتى لا يقاوموا كلامهم، مثلما كان خصوم استفانوس عاجزين عن مقاومة الحكمة والروح الذي به يتكلم. يسوع نفسه سوف يعطيهم الحكمة، أي تدخل الروح القدس فيهم. والاعتبار الثالث، لن تفقد شعرة من رؤوسكم، يقول يسوع مشجعاً ومعطياً لتلاميذه وعداً يحمل الرجاء. أعلنت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين أنها توصلت إلى تفاهمات مع الكنائس القائمة على كنيسة المهد في سبيل تمديد فتح أبواب الكنيسة أمام الزوار والحجاج من الساعة 5 صباحاً وحتى 8 مساءً، بدل أن كانت تغلق عند الساعة 5 مساءً. وأضافت اللجنة أن هذه الجهود قد جاءت ضمن مساعي رئيسها الوزير الدكتور رمزي خوري للنهوض بمدينة بيت لحم في فترة الأعياد الميلادية، وذلك تلبية لمتطلبات الحجاج من مختلف دول العالم والزيادة المتوقعة لأعداد الوافدين على كنيسة المهد للمشاركة باحتفالات عيد الميلاد. كما ثمنت اللجنة تعاون كافة الجهات المسؤولة عن الكنيسة والمؤسسات الرسمية لأجل الحفاظ على كنيسة المهد ومكانتها الدينية في الأراضي المقدسة. وفي بيت لحم وبمناسبة عيد شفيعة كنيسة القديسة كاترينا، أقيم في ذات الكنيسة قداس إلهي تخلله الاحتفال باليوبيل الذهبي والفضي لبعض الأسر المسيحية. المزيد عن هذه المناسبة في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. بمناسبة عيد شفيعة كنيسة القديسة كاترينا، ترأس المطران بولس مارقوتسو النائب البطريركي للاتين في القدس وفلسطين قداساً إلهياً. شاركه الأب رامي عساكرية كاهن رعية اللاتين في بيت لحم، والأب عماد الكامل ولفيف من الكهنة والشمامسة. امتلأت أدراج الكنيسة بالمؤمنين، كما وأحيت جوقة الكنيسة الترانيم بهذه المناسبة. وأنا أستشير بالرحمة الأولى بنور الأنوار بينبوعي أن تقبل ربي خرامي نحو وجاء تخلل القداس الاحتفال باليوبيل الذهبي واليوبيل الفضي لبعض الأسر المسيحية. وفي عظة المطران الذي تحدث فيها عن حياة القديسة كاترينا التي كانت من صغرها تتحلى بصفات الشجاعة والحكمة وحبها الكبير للسيد المسيح، وكيف على المؤمنين أن يسيروا بنهج القداسة، كما وبارك المطران تمثال القديسة كاترينا داخل الكنيسة وعلى هيكلها والتي اتخذتها هذه الرعية شفيعة لها. وبعد القداس تم مباركة العائلات التي تحتفل باليوبيل الذهبي والفضي وأخذ صور تذكارية مع المطران والكهنة أمام المذبح. وكذلك أقيم حفل استقبال في قاعة الرعية ونيل شهادات اليوبيل
مرفقة بمسبحة الوردية المقدسة. اليوم في رعية بيت لحم نحتفل بعيد القديسة كاترينا، وثانيا بهذه المناسبة نحتفل بيوبيل 25 سنة و50 سنة لأصحاب الزواج للزواج المقدس. وعلى فكرة معليش أضم نفسي مع أصحاب 50 سنة، لأني أنا أيضا أحتفل بمرور 50 سنة على رسامة الكهنوتية في كنيسة الجسمانية قبل 50 سنة. في هذه المناسبة طبعا تكلمنا وتأملنا في قدوة القديسة كاترينا الشهيدة التي كانت بطولة وشهيدة في نفس الوقت. هذه كانت متعلمة جدا وأهدى إلى الإيمان المسيحي عدة فلاسفة وناس، وبهذه المناسبة فضلت أن تحب السيد المسيح ولا أن تحب أي إنسان آخر، وأن تتحمل صليب الشهادة قبل فوق كل شيء. فنحتفل بهذه القديسة، وإن شاء الله نحتفل فيها في ماذا؟ في شهادة كل يوم العائلات المسيحية أصحاب 25 سنة و50 سنة يحتفلون بشهادة يومية لقدوة الإنجيل المقدس للسلام والمحبة اليومي للواجب اليومي، ونتمنى لهم المثابرة في هذه الشهادة، المثابرة في هذه القدوة، في هذا التعلق بالسيد المسيح وبالإنجيل المقدس. مبروك مبروك مبروك. القديسة كاترينا هي قديسة كبيرة كمان فيلسوفة، دافعت عن الإيمان المسيحي وماتت شهيدة لأجل الإيمان المسيحي. عشان هيك منصلي إنه كمان ربنا يعطينا مش فقط ممارسة الإيمان ولكن تعمق في الإيمان ودراسة الكتاب المقدس، حتى نقدر نشهد شهادة صالحة وشهادة حقيقية عن إيماننا المسيحي. بشكر بنهاية الأمر نورسات على حضورها الدائم فيما بيننا، تغطية احتفالاتنا ونقل رسالة الرب إلى كل الناس اللي بتابعوها. إحنا في اليوم أسعد يوم بحياتنا الحقيقة، إنه نكون مع بعض 50 سنة أنا وزوجي نادر السكا، ونشكركم كثير على هذا الاحتفال، ونشكر نور سات على هذا التصوير الرائع وعلى التوثيق الرائع لهذه الاحتفالية الرائعة ل 25 سنة و 50 سنة. شكرا كثير، كل سنة وإحنا سالمين وأنتم سالمين والكنيسة سالمة. بنحتفل أنا وجوزي باليوبيل 25 الفضي، وكثير مبسوطين وبنشكر الله على هالنعمة، هاي نعمة كثير حلوة من الله. عقبال الجميع يا ربي. أنا تشارلي الأعمى من بيت لحم، وإحنا مش 25 سنة، طول العمر إن شاء الله، وكانت كتير حلوة سنوات 25 سنة وإن شاء الله تستمر للأبد. اسمي ميري طباش من بيت لحم، اليوم بحتفل باليوبيل الذهبي 50 سنة متزوجين. مرت 50 سنة حياة مريحة، وربينا أولادنا بكل راحة، بيت إيمان، والحمد لله إن شاء الله تكمل علينا بالخير وعليكم. كل سنة وانتم سالمين. شغلتي في السياحة مع السواح، وبنحتفل في عيد اليوبيل 50 سنة متزوجين، وإن شاء الله عقبال الجميع. شكرا. للنورسات مارلين الحدوة من كنيسة سانتا كاترينا بيت لحم. شاركت هيئة تنشيط السياحة الأردنية في مؤتمر خاص بالحج المسيحي والسياحة الدينية أقيم في العاصمة اليونانية أثينا بحضور 30 مطراناً من الكنيسة الأرثوذكسية و200 من الكهنة، إضافة إلى عدد كبير من المسؤولين والرعاية، حيث شرح الوفد الأردني في المؤتمر عن أهمية المواقع السياحية ومكانتها الدينية في المملكة، كون الأردن أرض الأنبياء وموطن العديد منهم. وبعد طرح العديد من الاستفسارات والإجابة عليها، توافد الحضور نحو المنصة لأخذ المنشورات السياحية واستلام الهدايا التي وزعتها الهيئة عليهم. على صعيد متصل، سجلت مدينة البتراء الأثرية الأربعاء الماضي التذكرة رقم المليون للعام الحالي، فيما تشهد هذه المحمية التي تعد من عجائب الدنيا نشاطاً سياحياً غير مسبوق، بعد توافد آلاف السياح الأجانب عليها لمشاهدة آثارها النفيسة. وأعلنت سلطة إقليم البتراء أنه من المتوقع أن يتجاوز عدد سياح المدينة خلال العام الحالي حاجز المليون ومائتي ألف سائح،
لتسجل رقما قياسيا في أعداد زوارها لأول مرة في تاريخها. قامت عشيرة الجوال التابعة لمجموعة كشافة ومرشدات اللاتين الحصن بزيارة مخيم أبو علي للاجئين السوريين في محافظة المفرق. بدأت الزيارة بترحيب سكان المخيم بالمجموعة، حيث دار حوار بين أفراد الجوال وأبناء المخيم حول معيشتهم والتحديات التي تواجههم. بعدها قام الجوالة بعمل فقرة ألعاب للأطفال وتوزيع ملابس شتوية وهدايا على أبناء المخيم. وأعرب السيد أبو علي مسؤول المخيم عن شكره وامتنانه للمجموعة ونشاطاتها وما تقدمه لخدمة الوطن والمجتمع المحلي. والجدير بالذكر أن مخيم أبو علي هو مخيم عشوائي للاجئين السوريين في محافظة المفرق، بناه سكان المخيم بالتعاون مع الأردنيين من أهالي المنطقة. حصل القائد الكشفي بشار المعشر ممثل الهيئة العامة لكشافة ومرشدات مطرانية اللاتين في الأردن على أعلى الأصوات في انتخابات عضوية اللجنة الممثلة لأوروبا والشرق الأوسط في الكشاف الكاثوليك العالمي، وذلك بحصوله على 71 صوتاً، ليصبح بعد ذلك رئيساً للجنة التي تتكون من 4 قادة ومرشد روحي. وتمت الانتخابات في المؤتمر الكاثوليكي السنوي الذي أقيم في بولندا بمشاركة ممثلين عن الهيئة العامة ركان فخوري والمفوض الدولي بشار معشر. نورسات الأردن ممثلة بالمديرة الإقليمية الدكتورة باسمة السمعان وفريق العمل يتمنون مزيداً من التقدم والنجاح للقائد المعشر وكافة أفراد الكشافة لخدمة الكنيسة والوطن في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه. تحت رعاية مجلس رؤساء الكنائس وبتنظيم من مكتب فضائية نورسات في الأردن وبالتعاون مع شبيبة الأردن للدراما المسيحية، يقام أيام 6 و7 و8 من شهر كانون أول ديسمبر القادم بازار الرحمة الخامس، وذلك في جمعية آل النبر التعاونية بيادر وادي السير بعمان بمشاركة فعاليات كشفية شبابية من مختلف الرعاية. تحت رعاية مجلس رؤساء الكنائس في الأردن يدعوكم مكتب فضائية نورسات للحضور والمشاركة في بازار الرحمة الخامس في قاعة جمعية آل النبر التعاونية في بيادر وادي السير، وذلك في الأوقات التالية: الافتتاح الساعة 12 ظهرا يوم الجمعة 6/12/2019، ويستمر البازار لثلاثة أيام. معروضات خاصة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، جلسات عائلية، مأكولات متنوعة، ألعاب وهدايا وفقرات مميزة لأحبتنا الأطفال، يا نصيب وجوائز قيمة يوميا على بطاقات الدخول. هذا البازار بالتعاون مع شبيبة الأردن للدراما المسيحية. حضوركم يشرفنا، أهلا وسهلا بكم. هذا البازار برعاية إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. رهبنة الوردية تحتفل بعيد القديسة ماري ألفونسين. بدء التحضيرات والاستعدادات لاحتفالات عيد الميلاد المجيد في بيت لحم. هيئة تنشيط السياحة تشارك بمؤتمر السياحة الدينية في أثينا. انطلاق بازار الرحمة الخامس بعمان في 6 من الشهر المقبل. ختام النشرة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.